دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نعرف أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. طبعاً أبرزها جامعة الدول العربية هتعقد مؤتمر عن التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي. كمان النهاردة تنطلق أعمال المؤتمر العالمي السابع للإفتاء، ده غير أنه النهاردة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2022، والحفل هيقام على مسرح شاتلييه في باريس الساعة 9 بالليل. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة الدول العربية هتعقد مؤتمر رفيع المستوى بعنوان التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام. المؤتمر هيستمر لمدة يومين بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وبيهدف إلى إلقاء الضوء على جهود المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح وترسيخ مبادئه لاستدامة السلام والتنمية في الوطن العربي. النهاردة هتنطلق أعمال المؤتمر العالمي السابع للإفتاء اللي بتنظمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. المؤتمر هيناقش السنة دي موضوعات تتعلق بالفتوى وأهداف التنمية المستدامة، وهيحضره 91 مفتي لبحث ميثاق تغير المناخ. النهاردة هينظم مركز البحوث الزراعية الملتقى الأول لصناعة نحل العسل في مصر. الملتقى هيناقش مشاكل النحالين من خلال ورش عمل يحضرها جميع المشاركين في الملتقى من باحثين بالمراكز البحثية والجامعات المختلفة والشركات والقطاع الخاص، وده بهدف زيادة الإنتاجية من العسل ومستلزمات الإنتاج. النهاردة بينتظر عشاق كرة القدم في العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2022، واللي بيحصل عليها أفضل لاعب كل سنة، وبتعتبر البالون دور أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، والحفل هيقام النهاردة على مسرح شاتلييه في باريس الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.